103 days. But a great personal friendship. I was honored by the tremendous hospitality the Prime Minister showed me when Japan last year was really something very special. And we had the Prime Minister and Mrs. Abe as our guest at Mar-a-Lago in Palm Beach. The steadfast alliance between Japan and the United States is an enduring force of peace and stability in the Pacific region and around the world. From the beginning of my administration, the Prime Minister and I have been working to expand our cooperation in a range of areas, including defense and commerce, which is what we discussed today. As I prepare to meet next week with Kim Jong-un, and I want to bring up the fact that the Prime Minister Moon of South Korea were extremely helpful and they'd like to see something happen. يساعدون بشكل جيد جدا ويريدون أن يروا شيئا يحدث بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية من أجل هذا العالم. إن شراكتنا كانت قيمة جدا حتى هذه اللحظة وسوف نستمر لنكون هكذا في تواصل كثيف خلال الفترة المقبلة من أجل العمل على القضايا اليابانية التي نعرفها وهي مهمة جدا بالنسبة لرئيس الوزراء أبي. أنا أتمنى أن تكون القمة في سنغافورة. في سنغافورة تكون هي بداية جيدة لكوريا الشمالية وبالفعل مستقبل جديد للعالم أجمع. إن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية سوف يبدأ فترة جديدة من السلام لكل الكوريين شمالا وجنوبا ولكل الشعوب في العالم. رئيس الوزراء أبي عملنا معا لتحسين العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة واليابان والشيء الذي كان يتوجب علينا فعله. فالولايات المتحدة قامت بتوقيع بعض الاتفاقيات الثنائية قائمة على العدل ونعمل بمنتهى تجارتنا التي تهمنا جدا وأن نزيل كل الحواجز أمام الصادرات والواردات ولنفيد كلا الاقتصادين للدولتين. وهو أخبرنا منذ دقائق أنه يقوم بشراء العديد من المنتجات بملايين الدولارات، ربما طائرات، معدات عسكرية، العديد من المنتجات الأخرى، وسوف نزيد من كم التعاملات التجارية مع اليابان. لن يكون الوقت أفضل من الآن للاستثمار في الولايات المتحدة. شكرا لما وضعناه من استقطاع للضرائب كبير وتحسين للسياسات التجارية التي لم يسبق لها مثيل والتي قمنا فيها بتحسين السياسات الضعيفة التي عملنا بها لسنوات طويلة. فاقتصادنا الآن يزدهر بشكل جيد، لم يكن هكذا من قبل. إن البطالة في أقل معدلاتها خلال ربما نصف القرن الماضي، إنه أقل معدل للبطالة. نحن نرحب باليابانيين والمستثمرين أن يقوموا بافتتاح مصانعهم في الولايات المتحدة، وهذا سوف يحدث ولقد وعدني رئيس الوزراء بذلك. لدينا العديد من الخطط في ميتشيغان وبنسلفانيا والعديد من الولايات الأخرى التي ترحب بكل هذه الاستثمارات. اليابان سوف تستمر في كونها شريكا كثيبا لنا لمنطقة الهادي المفتوحة والتي تجمع بين أمة كبيرة تحترم القانون وتحترم جيرانها ومصلحة الجميع. هذا يسمح لأمم مختلفة أن يعيشوا معا وأن يستفيدوا بعضهم البعض في نطاق عالم سالم وجميعنا سعداء به. إنه يسعدني جدا أن أعمل معك صديقي رئيس الوزراء، وأشكرك على وجودك ها هنا في البيت الأبيض ولمقابلتنا اليوم التي كانت مثمرة جدا. يشرفني جدا أن الروابط بين أمتينا قوية جدا عما كانت عليه في الماضي، وأعلم أننا معا يمكننا أن نخلق فرصا جديدة وأن نحقق رخاء جديدا وأفضل لشعبينا وأن نضمن الأمن والسلامة لمواطنينا لفترة طويلة جدا في المستقبل، وهذا ما تولينا فعله. شكرا لك. تفضل سيد رئيس الوزراء.
ترامب 大統領 G7 サミット そして 米朝 首脳会談を控え 大変お忙しい時に こうして 心温まる 歓待をいただいたことに 御礼を申し上げたいと思います。 そして 同盟国として常に 私たちを温かく迎えてくれる アメリカの国民の皆様にも 深く感謝申し上げたいと思います。 5日後の国連総会の決断を下したトランプ大統領の力強いリーダーシップに対して、まずこれからの経緯を表示したいと思います。この1年半、私たちが本当に多くの時間をかけて、この問題について話し合ってきました。 過去の過ちを決して繰り返してはならない。大統領とその思いを完全に共有する中で、歴史的な会談へとたどり着くことができました。Today, with President Trump, our discussion was focused on issue of North Korea. What should we do as we approach the upcoming U.S.-North Korea summit, as well as for the peace and stability of Northeast Asia after the summit? On this topic, we took a good amount of time and carried out in-depth and candid exchange of views. I'm not able to talk about the details of what we discussed, but one thing I can say is that Japan and the United States are always together. I strongly hope that this historic summit in Singapore be a resounding success. There is a beautiful port town, Niigata, facing the Sea of Japan. A mere 13-year-old girl living there was abducted by North Korea. 45 years have passed since then, during which time family members single-mindedly prayed for her return and kept on waiting. The parents became old. Remaining time is slipping away. It is the long-held desire of the وهناك رغبة قوية جدا من الشعب الياباني أن يعودوا إلى مواطنهم، ومن ثم يمكن للجميع أن يجتمعوا معا مرة أخرى بين أحضان والديهم. بالطبع أنا أريد أن أتحدث مع كوريا الشمالية بشكل مباشر، ومن ثم يمكننا حل هذه المشكلة بسرعة، ولكن مصر على أن أتخذ كل الوسائل الممكنة نيابة عن شعب اليابان. أريد أن أشكر الرئيس ترامب وشعب الولايات المتحدة الأمريكية لتفاهمهم ولدعمهم لقراراتنا في هذه القضية. إن اليابان سوف تستمر في طلب تنفيذ كل قرارات الأمم المتحدة الناجحة، لأنه لن يمكن أن يكون هناك تغير في سياسات اليابان. فنحن نبحث عن عمليات سلمية لنزع السلاح النووي عن طريق الدبلوماسية لتحقيق السلام في آسيا. هذا ما نأمل إليه كدولة اليابان كخطوة مهمة. الآن سوف تحدث بين الرئيس ترامب والرئيس كيم. إن الرئيس ترامب الآن يكتب تاريخا جديدا، ليست فقط اليابان ولكن المجتمع الدولي كله يتطلعون بشكل كبير لقمة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية التي تبدأ أبوابا جديدة في السلام والأمن لآسيا. أنتم لديكم العديد من الموارد ونحن كذلك. إن كانت كوريا الشمالية مستعدة لأخذ خطوات في هذا الاتجاه، فإن اليابان سوف تدعمها.
نحن جاهزون تماما لوضع التاريخ جانبا والان نحاول ان نتعاون اقتصاديا في المستقبل. ان يابان تامل في ان تلعب الدور التي رسم لها. نحن سعداء جدا بالتزامكم أيها الرئيس ترامب تجاه السلام والأمن والرخاء. وفي الختام أريد أن أضيف بأن اليابان تقف مستعدة من أجل أن تبذل كل المجهود لمساعدتكم في قمتكم مع كوريا الشمالية. شكرا لكم. أقدر لك ذلك. دعونا نأخذ بعض الأسئلة. دعونا نبدأ الآن. لدي سؤال للرئيس الوزراء فيما يخص كوريا الشمالية. إلى أي مدى يمكنكم أن تحاولوا في الضمانات الاقتصادية وكيف يمكنكم أن تتغيروا من أجل تطبيع العلاقات بين كوريا الشمالية والتي اقترحها رئيس الوزراء؟ لقد قلت أنه ربما أن تقوم بتوقيع اتفاقية لنهاء الحرب وبدء السلام. فماذا كان في هذا الخطاب؟ كان الخطاب مجرد تحيات. كان جيد. كان فقط دافئا ومليئا بالترحيب الجيد. وأقدره كذلك. لا شيء أكبر من أنهم يتطلعون إلى رؤيانا وإلى القمة. ونأمل أن تحدث أشياء جيدة في هذه القمة. كان خطابا جيدا ونحن قدر لهم ذلك. أنا أعتقد أننا سوف يكون قمتنا ناجحة جدا. ولا أظن أن هذا سينتهي في قمة واحدة. ولكن ربما سوف نحتاج لوقت طويل. لأن هذا كان مستمرا لعقود طويلة. كما قلت لكم كان هذا يتوجب على رؤساء قبل كثيرين. ولكن الآن نفعله في آخر لحظة. كان يجب ألا ننتظر إلى هذه اللحظة. أنا لا ألوم الرئيس أوباما وحده ولكن كل الرؤساء منذ قديما جدا. لأنه كان ليكون الوضع الآن أسهل بكثير وأقل خطورة. ولكن للأسف لم يكن كذلك. فأنا سأحله الآن وسوف أنجزه. فطالما كان اتفقنا وسوف نتفق على أننا سوف نحاول المساعدة في هذه الاتفاقية مع كوريا الشمالية. وسوف نعمل مع الصين ومع الرئيس تشي الذي كان حقا مساعدا جدا لنا. ربما سوف نعزز علاقات أفضل وسوف تكون علاقاتنا معهم أقوى. لأن الصين لم تعمل معنا بهذا الكثب من قبل. ولكن هذا يستحق الآن. لأنه يفيدنا جميعا. وهذا يحقق التوازن الموجود. وهذا سيفيد كلا جانبينا. نحتاج هذا منذ عقود طويلة. وهذه القضية كان يجب أن تعالج كذا من الإدارة الماضية. ولكن لم يحدث. وبالتالي أنا سعيد جدا ما فعله الرئيس مون والرئيس تشي كذلك. لأنهم يعيشون مع تهديد بالحرب ربما منذ بداية هذه البلدان. وهذا لا يعني شيئا ولا يمكن أن يستمر. الرئيس كيم عليه أن يفعل ذيهم. يفعل شيئا وعليه أن يرى شيئا يحدث حتى لكوريا الشمالية ولشعبها نفسها. دعونا ننتظر إلى هذه النقطة. لدينا فرصة رائعة يمكننا اقتناصها. إلى أي مدى يمكنك تطبيع العلاقات وعودها إلى طبيعتها مع كوريا الشمالية لإنهاء هذه الحرب؟ ربما يمكننا توقيع هذه الاتفاقية. هي ستكون فرصة أولية. كما تعلمون هي النقطة المهمة. يمكن أن نقوم بتوقيع شيء كهذا. لقد تحدثنا عن شيء كهذا وتحدثنا مع الكثيرين. وهذه فقط بداية. ربما يبدو الأمر غريبا ولكنه ليس بشيء صعب. هذا أفضل خطوة وأسهلها في البداية. أنا أتمنى أن تعود العلاقات إلى طبيعتها مرة أخرى. ونحن نأمل أن يتحسن الوضع. لأن رئيس الوزراء أبي والرئيس مون تحدثوا معي أنهم سوف يحاولوا مساعدة هذه الفرصة لتكون مثمرة بشكل كبير. لأن اليابان لها دور جيد لتلعبه. ونحن لسنا بالقرب كما هم بالقرب من كوريا الشمالية. وحتى الصين سوف تساعد بشكل كبير في ذلك. لأن الجميع يريد أن يرى شيئا إيجابيا يحدث في هذه القضية. وبالتأكيد كوريا الشمالية قالت بأن نواياهم سوف تكون مساعدة في هذا الصدد.
هناك العديد من العوامل التي تقول بأن هناك إمكانيات كبيرة لهذه القمة، لأن الجميع يريد ذلك، ونحن نريد أن نرى طبيعة جديدة تعود إلى العلاقات. إن كان يمكنني أن أسألك رئيس الوزراء أبي، بالنسبة لك مع الرئيس ترامب في آخر مقابلة له، قلت بأن الصواريخ البالستية مهمة جدا، هل كان لديك ضمان من الرئيس ترامب أنه سوف يعالج هذه القضية مع أول لقاء مع كيم؟ اليوم لقد تحدثنا عن الكثير مع الرئيس ترامب بخصوص أمور كثيرة. لقد كنت قادرا على أن أحظى بمحادثات تفصيلية، وأتفهم تماما أن الرئيس ترامب يتفهم وضع اليابان. فخلال العام الماضي جارنا الرئيس ترامب و تقابل مع العديد من العائلات، وحكيت له هذه القضايا وما يخصنا والطفلة والتي قابل والدتها وسمعها بمنتهى الكثب، وسمع كل الأصوات المتضررة مما يحدث. ومن ثم بين قادة العالم هناك الرئيس ترامب الذي أعتقد أنه يتفهم تماما القضايا الخفية بشكل عظيم، وبالتالي خلال القمة القادمة سوف تكون قضية اليابان هذه مفتوحة مع الرئيس كيم لعودة الغائبين. ماذا عن الصواريخ؟ كما قلت في البداية الأولى إن مجلس الأمن وقراراته يجب أن تنفذ بحذافيرها. كل أسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية يجب أن ننهيها تماما وأن تحقق فيها قرارات مجلس الأمن. إن قرارات مجلس الأمن يجب أن تكون منفذة بشكل كامل في هذه النقطة. نحن نعمل مع المجتمع الدولي ونتشارك في هذه الرأي مع الولايات المتحدة، وأنا واثق من ذلك. تفضل السؤال التالي. شكرا. لدي سؤال لكليكما، الرئيس ترامب ورئيس الوزراء أبي. لم تتحدثوا عن اللغات في الضغط على كوريا الشمالية. هل ستستمرون في وضع العديد من العقوبات من أجل نزع السلاح النووي؟ ما هو آخر تاريخ يمكن فيه نزع السلاح النووي؟ كيف يمكنكم أن تضغطوا على كوريا الشمالية أكثر وأكثر فيما يخص اللغة؟ هل أنتم متفقون تماما على ما سيحدث؟ الرئيس ترامب قال بأننا سوف نحاول ونقوم بالفعل بتنفيذ العديد من العقوبات القاسية، وقال كذلك بأن حتى تقوم كوريا الشمالية بالأفعال المرجوة لن ترفع العقوبات بشكل فوري، وسوف تحاول اليابان أن تبقى لأنها متفقة تماما مع الولايات المتحدة على ذلك. وفي هذه القمة هذه المرة عمقنا المناقشات مع الرئيس ترامب كيف يمكننا أن نرد على ما تقوم به كوريا الشمالية، وبخصوص السياسات المستقبلية التي يمكن اتباعها مع كوريا الشمالية والتي تتبلور في قمة كيم وترامب، والتي عرضنا فيها كل آرائنا التي ذكرتها لكم. لقد قلت بأن اليابان والولايات المتحدة متحدين في رأيهم وسوف يستمروا في العمل معا لإنجاح هذه القمة بأي طريقة ممكنة في سنغافورة. شكرا لك. إن الضغط الأقصى التي يمكن أن نستخدمه بالفعل، لا نستخدم هذه المصطلح مرة أخرى لأننا الآن نتفاوض، ربما بعد هذه المفاوضات سوف أقوم باستخدامه. من سيعرف ما هذه المناقشات وماذا ستثمر عنه. إن كنتم تسمعونني بأنني سوف أستخدم أقصى عقوبة، تعلمون أنها المفاوضات لن تثمر، وبالتالي لا أحتاج أن أقولها الآن لأنني لم أتفاوض بعد. لدي ربما قوائم طويلة جدا من العقوبات التي يمكن فرضها على كوريا الشمالية، وأنا قررت أن أضع هذا جانبا حتى يمكننا الوصول إلى اتفاقية عبر هذه القمة،
وأنا لا أظن أنه من الجيد أن أقول هذا في حروف قبل أن أذهب إلى هناك، ولكن الأوضاع تغيرت الآن والصين الآن في جانبنا وتدعمنا بشكل كبير وسوف تفعل الكثير في هذا الصدد. والرئيس كان جيدا جدا معي، ولكن أقصى عقوبات يمكن فرضها هي بالفعل العقوبات الموجودة مفروضة لدينا الكثير، ولكن لا أريد أن أستخدمهم حتى الآن، ولا أظن أنه من الجيد أن أقول هذا حتى نعرف. حسنا، شكرا لك. شكرا لك الرئيس ترامب. لدي سؤال. لقد قلت مرارا وتكرارا أنك يمكنك أن تخرج من هذه المفاوضات إن لم يكون موقفهم جيدا. كيف يمكنك أن تخرج من هذا، وماذا تعني إن كانت هذه المفاوضات لا تثمر؟ هل ستدعوه إلى الولايات المتحدة أم لا؟ إن أتت هذه المفاوضات بشكل جيد، ربما سوف ينظرون إلينا بمنتهى العدل، وهذا ممكن جدا أن يحدث. كل ما يمكنني قوله هو أنني جاهز تماما للانسحاب من هذه المفاوضات. يجب عليك أن تكون قادرا على الانسحاب في الوقت المناسب، لأنك إن لم كنت تهرب من الأشياء الفظيعة والمريعة، كيف يمكنك أن تتوقع أن يحدث؟ ماذا حدث في إيران؟ مع الاحترام لشعب إيران، ولكن إيران تتعامل بشكل مختلف. لا يمكنهم أن ينظروا إلى منطقة المتوسط ولا يهتموا أبدا بما يحدث في سوريا أو في اليمن أو في الأماكن الأخرى. هناك دول مختلفة تماما حولهم. ومرة أخرى أنا أرى هذا بأمل أنه سيكون هناك شيء ما يحدث جيدا، ولكن عندما نتحدث عن العقوبات نقول بأننا نضع عقوبات على إيران لم يرها أحد من قبل، بما في ذلك منتهى الصراحة كوريا الشمالية سوف تكون مرحلتهم القادمة إن لم نجد القمة مثمرة، وسيكون هذا ضروري أن نفعله. ولكن نزع السلاح النووي هو أول شيء، وسوف نكون جيدين مع بعضنا البعض بالاحترام مع إيران كذلك. من المهم جدا أن نعرف أن من يكتبون عن هذا ويتحدثون عن هذا إن إيران لم تكن نفس الدولة منذ ربما بعض أشهر ماضية. هناك اختلاف كبير حدث في القادة، وأنا أتمنى أنهم في نقطة ما سوف يأتون إلينا ويجلسوا معنا، وسوف نقوم باتفاقية جيدة لنا ولهم وللجميع، وهذا سوف يكون عظيم من لإيران أولا، وأنا أتوقع أن يكون هذا عظيما للجميع. ولكنهم إن كما قلت هناك أوضاع صعبة جدا يجب عليك الانسحاب منها، كان يمكن أن يكون الاتفاق عظيما. هناك شيء خطأ في الاتفاق الذي انتحبنا منه. هناك فرصة جيدة لنحسن من هذا الاتفاق، وبالتالي أنا مستعد للانسحاب، ولكني أظن أن هذا لن يكون ضروريا. أنا أؤمن جدا بأن كيم يريد أن يفعل شيئا إيجابيا، وسوف يكون عظيما لشعبه أولا وللجميع حتى نفسه. شكرا لك. هل سيأتي ها هنا؟ ربما سنبدأ بالبيت الأبيض. السيد رئيس الوزراء، أنت الوحيد بين قادة العالم الذي لم تجلس مع كيم. هل تظن أنك ستفعل هذا في المستقبل؟ هل لديك أي خطط تخص هذا، أم ستركز على هذا، أم ستقوم فقط بمناقشات تخص نزع أسلحة نووية عن طريق الولايات المتحدة، أم فرديا مع كيم شخصيا؟ بالطبع علينا أن نحل مشكلتنا مع كوريا الشمالية أولا، فإدارتنا يهمها هذا جدا وهذه أولوياتنا، وإن أي شيء حدث بخصوص هذه القرارات وأدت إلى حلها أو إن حلت المشكلة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية أو اليابان وكوريا الشمالية سوف نتقابل طبعا، لأننا نريد هذا لتخطي كل الأزمات الأخرى.
إن الرئيس كيم وأنا بين اليابان وكوريا الشمالية هناك مشكلة يجب حلها. بالطبع اليابان هذه القضية هامة مثل أهمية الأسلحة النووية بالنسبة لكم والأسلحة والصواريخ أيضا وغيرها. كما قلنا هذه القمة القادمة أنا أأمل أن يكون هناك تقدم ملحوظ بناء عليها. سوف نحاول التعاون مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. فاليابان أنفسنا علينا أن نتحدث بشكل مباشر مع كوريا الشمالية فيما يخص قضيتنا معهم، وأنا واثق من هذا تماما. السيد رئيس الوزراء أبي، لدي سؤال لك وللسيد الرئيس. لقد قلت بأنك تريد أن تقابل كوريا الشمالية وجها إلى وجه للحديث عن هذه القضايا. ما هي الأوضاع التي تظن أنها ستحدث عندما جلست مع الرئيس ترامب اليوم؟ هل سألت الرئيس فيما يخص هذه القضية مع كوريا الشمالية، وهل سيتحدثون عنها في سنغافورة مع كوريا الشمالية؟ وسؤال التالي إلى الرئيس ترامب. لقد إن كنت تعرف تماما القضية الحادثة بين كوريا الشمالية واليابان، فماذا يمكنك أن تفعله في هذه القضية مع كوريا الشمالية كحتى مشهور؟ وكيف يمكننا الوصول إلى كوريا الشمالية لحل هذه القضية معهم؟ وماذا تحدثت معه الرئيس الوزراء هذا اليوم في هذه التفاصيل؟ دعوني أتحدث نيابة عنه. لقد تحدث عن قضيتكم مع كوريا الشمالية بشكل كبير، كانت ربما هي المسيطرة على مناقشتنا. تحدث عنها بمنتهى الشغف والاهتمام، وأنا سوف أستجيب لكل رغباته وسوف نتحدث مع كوريا الشمالية. في القمة التي فعلناها الآن مع الولايات المتحدة الأمريكية واليوم مرة أخرى، كما ذكر الرئيس ترامب مرة أخرى، لقد أوضحت له القضية التي نعاني منها مع كوريا الشمالية، وأوصلت إليه رغبتنا القوية من كل العائلات اليابانية. وهو مرة أخرى ذكر بأن هذه القضية سوف يتم إثارتها في قمة كوريا الشمالية مع الولايات المتحدة. فيما يخص هذه القمة أظن أنها ستتحدث على العديد من النقاط التي تحدثنا عليها، وأريد أن أقول بأنها ستكون مثمرة، ولكن في أي ظروف كانت فوضع اليابان معروف ومفهوم تماما، والرئيس ترامب أوضح إلينا تفهمه ووعدنا أن كل قضايانا سوف يتم عرضها في هذه القمة في سنغافورة، وأنا سعيد جدا بالتزامه بذلك، لأن الرئيس ترامب والمجتمع الدولي يعملون بكثب معنا الآن لحل هذه الأزمة. من أجل هذه الأزمة اليابان نفسها تحتاج إلى أن تكون لديها مشاورات مباشرة مع كوريا الشمالية. أنا لم أغير أبدا قراري في هذا، وخلال هذه الحلول ما سنصل إليه خلال هذه الأزمة لنحلها سوف أفكر فيه بشكل جيد، وسوف أفكر في قمة جديدة مع اليابان وكوريا الشمالية معا بخصوص الصواريخ والأسلحة النووية وقضيتهم الخاصة معنا. كل هذه القضايا عليها أن تحل بأسرع. إذن مشاهدينا كنا نتابع مع حضراتكم هذا المؤتمر الصحفي لرئيس الولايات المتحدة ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو أبي في البيت الأبيض عقب اجتماعهما قبيل بدء القمة المرتقبة لمجموعة السبع في كندا غدا الجمعة، والقمة المرتقبة أيضا بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة، حيث قال ترامب أنه يتمنى أن تكون القمة المرتقبة مع كوريا الشمالية نواة مستقبل جديد للعالم، ومرحبا باليابان في كلمته والمستثمرين
المسؤولين اليابانيين في الولايات المتحدة، ومشيرا إلى أن الولايات المتحدة لديها العديد من الخطط حول هذه الاستثمارات التي من المفترض أن تتم في الولايات المتحدة من قبل الجانب الياباني. ووجه الشكر لرئيس الوزراء الياباني وأكد على قوة ومتانة العلاقات بين الجانبين. أما رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي فقال إن هناك رغبة من اليابان في حل مشكلة كوريا الشمالية، ووجه الشكر أيضا للرئيس الأمريكي ترامب وللشعب الأمريكي في تفهم ودعم قرارات اليابان في هذا الشأن، وخاصة ملف كوريا الشمالية، لافتا إلى أن اليابان تبحث عن أي حلول حقيقية ومنطقية لنزع السلاح في آسيا وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بوجه عام. كما أكد على أن رئيس ترامب يكتب تاريخ جديد فيما يخص القمة المرتقبة بينه وبين زعيم كوريا الشمالية في سنغافورة، وأشار إلى أن اليابان سوف تقوم بدعم أي خطوة تقوم بها الولايات المتحدة في هذا الصدد، آملا أن تلعب اليابان الدور التي تأمل في القيام به في المنطقة وتحديدا في القارة الآسيوية. وشدد على أن اليابان مستعدة لتقديم أي المساعدة، وأن هناك مشاكل عالقة بين اليابان وكوريا الشمالية لابد من حلها، وبدء حلول هذه المشاكل تبدأ من خلال القمة المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، بين الزعيمين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ورئيس الولايات المتحدة ترامب في سنغافورة. إذن مشاهدينا، إلى هنا تنتهي هذه الخدمة الإخبارية. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.